السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من يوم غد الخميس 5 يناير، وكذلك سوف نقدم لكم التوقعات البعيدة المدى بحول الله وآخر مستجدات الحالة الجوية لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية إن شاء الله. فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. الآن سوف نمر إلى التفاصيل. فيتوقع يوم غد جواء نسبيا مستقر في معظم مناطق المملكة مع احتمالية عودة أمطار الخير خلال الأيام القادمة. سوف نقدم لكم كل شيء بالتفصيل، فأرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا كل شيء بالتفصيل في هذه النشرة إن شاء الله الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. بالنسبة ليوم الجمعة، أجواء نسبيا مستقرة إلى قلة السحب في معظم مناطق المملكة مع احتمال أجواء غائمة نسبيا للشمال الغربي، ربما تعطي بعض الزخات المطرية الضعيفة محليا على الدار البيضاء، وربما تكون بعض قطرات كذلك على العرائش وطنجة وتطوان وأصيلة، وكذلك سيدي علال التازي ولالة ميمونة والرباط، ربما تصل حتى الدار البيضاء بعض القطرات وبن سليمان وكذلك وزلالة ميمونة سيدي علال التازي وشوشاون وإساقن والعرائش أصيلة وكذلك طنجة. عودة أمطار الخير كما تشاهدون إلى المملكة على أقصى شمال المملكة كما تلاحظون. يوم الاثنين استمرار للتساقطات المطرية على المملكة على طنجة وأصيلة وتطوان وكذلك العرائش شفشاون ولالة ميمونة سيدي علال التازي ووزان قرية أبو محمد وإساقن وتاونات بإذن الله وكذلك تازة وتالا بإذن الله والرباط. ستكون بعض التساقطات المطرية اليوم الأحد والاثنين كما قلنا لكم في هذا الفيديو. عودة أمطار الخير إلى المغرب، هذه تسمى أمطار يا إخوة الأعزاء، فعادي عادي جدا نقول عودة أمطار الخير إلى بلادنا. واستمرار هذه الأمطار إن شاء الله اليوم الاثنين على أقصى شمال المملكة سوف تستمر هذه التساقطات المطرية المعتبرة إن شاء الله. بالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء، أجواء نسبيا ستكون مستقرة إلى قلة السحب. أما بالنسبة اليوم الأربعاء، أجواء كذلك صافية إلى قلة السحب. بالنسبة للتوقعات البعيدة المدى، ربما تكون أجواء نسبيا ربما تتغير الحالة الجوية خلال الأيام القادمة وتعطي بعض التساقطات المطرية إن شاء الله والثلجية فوق المرتفعات. الأطلس كما تشاهدون أمطار وثلوج حاضرة على أوكيم دين وأزوزو إيمن جانوت وتبانت بإذن الله. ربما هذا المنخفض سوف يؤدي إلى دخوله وتتغير الحالة الجوية وابتعاد المرتفع جو الأزوري إن شاء الله.